انت مين يا خالدة؟ لا انا انسانه عاديه جدا من اسره بسيطه فوق مما تتخيل، سواء كان في الدين او في الحياه او في الفكر كل حاجه، بس كان ترتيب الله غير، كان حياه ربنا او ترتيبه لي انا شخصيا كان غير. انا عمري في حياتي ما تخيلت ان انا اكون في المكانه دي، او ان انا اكون اصلا يعني ان انا اعرف حد مسيحي، او ان انا اكلم حد مسيحي. طب لو قلت لك شاهد ربنا انا اصلا ما كنتش عارف اشكالهم، هتقولي لا انت بتكذبي. هم مختلفين يعني في الشكل يعني. لا مش مل... لا بس ماليش اختلاطات بالناس، ماليش اختلاطات بالمسيحيين، وهم كان كل كلامهم ليا إيه، انت بص شكلك اصلا شكل نصارى، انت شكلك شكل نصارى، يعني شكل مش فاهم ليه شكل نصارى. شوفوا فيك النعمة مباكرا. بأمانة. يسوع. طب ليه؟ بس فبعد كده لما انا يعني انا اتجوزت كان سن صغير شويه، كان 14 كده الا يعني الا كام شهر، اتجوزت 14 سنة الا كام شهر. كمان، اهم حاجه الا كام شهر دول فبقى انتحار. حرام خلاص. ده انت فعلا معجز. اتفضلي. بس فكانت كل انا كل فكري او كل حياتي انا ربنا شايل لي حاجه حلوه، ايه هي الله اعلم. انا على فكره بابا راح عند ربنا من وانا صغيره شويه، فاهم يعني، راح عند ربنا مثلا كنت انا سنتين او 3 سنين، فما معاش على شكله اصلا، تمام. فاهم. ف بس يمكن هموت راح عنده، ده كان اقصى طموحي واقصى فكري ان انا هاخد حاجه حلوه، يا اما اتطلق من الانسان ده يا اما هموت واروح الجنه. بس الإنسان ده مين؟ اللي انا كنت متجوزه اللي هو الكبير ده، مين هو؟ شخص كده كنت انا متجوزه. انت كنت متجوزة قبل جوزك ده؟ اي ما اعرفش الحكاية دي. لا كان جواز، كان جواز اسلامي طبعا. ايوه قهروك عليه يا خالدة؟ اجبروك يعني؟ خلاص خلاص، مش عايزة تقولي خلاص، ماشي. طيب امتى بدأت، امتى بدأت قصتك مع الرب يسوع؟ امتى حسيتي بايديه بتتمدلك في سن مبكرة؟ لما كنت اتضرب وانا مش فاهمه اصلا بتضرب ليه، لما الاقي ماما ملهوفه على اخويا الصغير، انا كان ليا اخ اصغر مني، فيعتبر كان عايش فتره طويله جدا عند ناس مسيحيين، شغل معاهم وقاعد معاهم، فبقيت ملهوفه على طول عليهم، واول ما يشوفهم يجري عليهم، اول ما يشوف كاهن كده يجري عليه جري. ليه كده؟ ما يقعدش معانا في البيت. طب برضه ليه كده؟ فطب انت ليه خايفه عليهم؟ هم ناس زينا زيهم، يعني ايه المشكله؟ لا هم هياخدوه. هياخدوه فين؟ بدات بلق، ايه هياخدوه فين وليه؟ لما بقيت اروح البيت، يعني كان مثلا اجي اتكلم، طب كنت فين؟ كنت عند ماما. كنت اتضرب. كانوا يشوفوه يفكروا ابويا، فيجيني عرسان فكنت اتضرب. طب انا بضرب ليه؟ فبقيت اشوف حاجات كده، يشهد ربنا على كل حرف هنطقه. انا فاهم. كنت وقت اتضرب فبقول له بابا انا بضرب ليه اصلا؟ انا احتراما كنت بخاف عشان كبير، فانا مش عارف اقول له ايه. طب عيب اقول له باسمه؟ طب اقول له احتراما ليه يا بابا؟ انا مش عارف اقول له ايه، وعيب واحد كبير في السن، فان انا اقول له ان انا بس كده اقول له اللي هو اخوك، باسمه. لا اللي هو اخوكي. لا اخويا انا ده اللي لفت نظري شويه، ما انا مش يعني عارف اخويا. بتتكلمي عن مين؟ بص على بابا جوزك؟ ركز، نعم؟ ركز معايا. حاضر حاضر، انا لفت مركز. نظري، اللي لفت نظري للمسيحيين كان اخويا. اخوكي. تمام تمام. طيب، لما فلما كان مين اللي كان بيضربك؟ الشخص اللي انا كنت واخداه، جوزك السابق. فلما كنت رايحه اقول لماما انا بتضرب، فبقت تكرر كلمه ايه، احنا جوازنا ساره. هو انا شكلي نصاره ودلوقتي جوازنا ساره؟ يعلم ربنا في الطريقه. طب ما انا اهو، طب وانا فين انا؟ طيب انا مش عارفه. فما بقتش اروح احكي، فبقيت اقول له بص يا رب انا عارفه انت شايل لي حاجه حلوه، انت
الله اعلم، هموت هتدخلني الجنه او هتطلعني من الشخص ده، هي حاجه من الاثنين، يا اما هدخل الجنه يا اما هتطلق. لكن اقصى طموحي بعد الشر عليك من الجنه. ما كان ده على فكرة عيالي بقى. تمام. فالمهم بعدين فانا بتضرب، عماله بقى خلاص يا ربي، طب انا مش فاهمه انا بتضرب، هو انا كل شويه بتضرب، انا كل شويه بتضرب. يشهد ربنا انا قاعده في نظام يعني في اوضه كده، بس كانت ضلمه في الزاويه بتاعتها، وقاعده ببكي من الضرب، ومناخيري بتنزل دم تمام، وودني ابتدت تورم. وفجأة لقيت واحدة أخدتني في حضنها، أنا الحضن ده بس محدش عارف يوصفه صدقني، يعني بص انت حسيتي بيه؟ حسيت بيه. أنا عن نفسي مازال عندي دلوقتي، لو قلت لك يشهد ربنا انا بتمنى الحضن ده تاني لو لحظه. الله، بص انا مش عايزه ابكي لو سمحت. حاضر. بس السنه بعدين عرفت بقى ان هي كانت ماما العذراء. ماشي يا حبيبي، ماشي يا بنتي، ده كل مهتم بيكي، بابا يسوع وماما العذراء. ما انا ما كنتش هعرف، ما كنتش هعرف حاجه زي كده خالص.